بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نتحدث عن موقع سراج، البوابة الكويتية للتعلم الإلكتروني. موقع سراج موقع مهم ومفيد، يساعد الطلبة والمتعلمين كثيرا، لأن يوجد به الكثير من المميزات مثل العروض التقديمية والفيديوهات التعليمية وأوراق العمل ونماذج الدروس المرئية ونماذج الاختبارات، كما أنه يساعد جميع المراحل، وأيضا مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، وكما يتيح الاشتراك في الموقع. سوف نتعرف الآن على القوائم. من هنا زر الصفحة الرئيسية، كما هنا منح مقدمة عن البرنامج. يتيح البرنامج مواقع مدارس وزارة التربية في الكويت. أيضا هنا يساعد الطلبة أو المعلمين على كيفية الاستخدام، ومن هنا يمكن التواصل مع الموقع. سوف نذهب إلى المقدمة لنرى ماذا يوجد بها. تعود نشأته إلى المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية ومقره دولة الكويت، يوجد هنا الكثير من المعلومات عن الموقع، مقدمة شاملة عن الموقع. ونعود إلى الصفحة الرئيسية، زر مدارس وزارة التربية، نختار المرحلة المتوسطة مثلا، نختار منطقة مبارك الكبير التعليمية، يظهر لنا الآن أسماء المدارس المرحلة المتوسطة في منطقة مبارك الكبير. نعود إلى الصفحة الرئيسية، سوف نذهب الآن لنريكم بعض المميزات. نذهب إلى المرحلة الابتدائية الصف الأول، نختار القرآن الكريم. يوجد هنا العديد من القوائم، سوف نختار الكتاب الإلكتروني ونضغط. ننتظر لحين ينفتح. نتصفح. هذا الكتاب الإلكتروني، يوجد هنا الأنشطة التفاعلية، الأنشطة التفاعلية تحتوي على فيديوهات، سوف نرى. فرض لنا هنا الآية، نعود إلى الصفحة الرئيسية، نختار مثلا المرحلة المتوسطة الصف الثامن، مادة العلوم. هنا الكتاب الإلكتروني والأنشطة التفاعلية، نذهب إلى الأنشطة التفاعلية، نختار حياة الحيوان. نختار اللافقاريات، مملكة الحيوان، شعبة الديكي.
ونعود للصفحة الرئيسية لنرى المميزات الأخرى. يمكن للمشتركين في البرنامج المشتركين في الموقع إضافة نماذج الاختبارات، نماذج الدروس المرئية والعروض التقديمية والفيديو التعليمي وأوراق العمل. هنا نتصفح مكونات البوابة. هنا تقييم الموقع ممتاز فعلا. هنا تواريخ مهمة، معلومات عن الموقع، برامج على الأب ستور وعن جوجل بلاي. هنا موقعهم على الانستغرام واليوتيوب وتويتر والفيسبوك. هنا نختم. نختم فيديونا التعليمي عن موقع سراج، وننصح بزيارته.